في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لأ، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ، أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ ده كنت انت. اذا كنت انت مش قادر تلبس، اذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل نلبس 10 مليون طرح في البلد نفسك؟